ومن البصرة معنا من هناك مراسلنا مباشرة نزار نبيل. أهلا بك نزار، ما الذي جرى؟ هل ما زالت الاحتجاجات مستمرة حتى الآن وخصوصا في الزبير؟ نعم، التظاهرات في البصرة خفت حدتها عما كانت عليه في السابق، يعني التظاهرات هنا في البصرة يعني لم تكن مثل قبل، وذلك بسبب اعتقال بعض الناشطين المدنيين من قبل القوات الأمنية ورهنهم في المعتقلات وفي السجون. بالتالي يعني عندما نتابع حالة المتظاهرين الذين تم اعتقالهم في السجون، قالوا أنهم مندسين ويحاولون تخريب الممتلكات العامة وإضرام النار في المباني الحكومية، لكن بمتابعتنا لهم الخاصة عبر تغطيتنا الصحفية لم نشهد أن هؤلاء المتظاهرين الناشطين المدنيين لم يقوموا بأي اعتداء، بل يحافظون على سلمية التظاهرات من خلال عدم تخريب الممتلكات العامة للدولة وإضرام النار بالممتلكات، ويدعون إلى السلم والأمان في هذه التظاهرات من أجل المطالبة بحقوقهم وليس بالمطالب. يعني الحقوق هي الحقوق هي حقوق شرعية تتوفر في كل الدول يطالبون بها. طيب نزار، الناشطين المدنيين الذين يدعون للتظاهرات في البصرة، إذن خفت حدة التظاهرات في مدن البصرة، لكن في الزبير هل هي خفت أيضا، خصوصا هناك يعني قرب وجود بعض المتظاهرين بحقل النفط في الزبير؟ هل ما زالوا موجودين معتصمين أم تم إفراغ المكان؟ يعني حدة التظاهرات شملت ليس فقط مركز المدينة، بل حتى الأغذية ونواحي البصرة. أما بأغذية ونواحي البصرة الأمر مختلف، فقد يعني اتفقت الحكومات المحلية والقائمين على الحقول النفطية مثلا في حقل البرجسية، أعطاهم مدة 10 أيام في حقل البرجسية لتوفير مطالبهم. أما في بعض حقول يعني ناحية عز الدين سليم وهي غرب القرنة، أعطاهم يوم أو يومين لحين تحقيق تلك المطالب. بالتالي يعني القوات الأمنية والحكومة المحلية المشتركة تقوم بإدخال المتظاهرين نحو الحقول النفطية وتزجهم أمام جدران محكمة، ومن ثم تقوم باعتقالهم، وبعد اعتقالهم تقوم الإفراج عنهم مقابل تعهدات بأن لا يخرجوا للتظاهر أو لا يطالبوا بحقوقهم. اليوم يشهد الشارع البصري استياء كبير من التذمر الذي تقوم به القوات الأمنية بضرب المتظاهرين بالهروات وإطلاق النار العشوائي. طيب أيضاً نزار، وبمحاولة منعهم. يعني القوات الأمنية في البصرة هل هي متواجدة لحماية المواطن؟ هل هناك يعني إجراءات معينة تتخذها القوات الأمنية، تواجد كثيف لحماية المناطق المنشآت والمؤسسات التابعة للدولة؟ يعني القوات الأمنية المشتركة تواجدت بشكل كثيف في الشوارع العامة ونصب السيطرات الخاصة، ومن ثم يعني حتى وضعت مفارز أمنية أمام دوائر الدولة التي تشهد توافد المتظاهرين عليها. وهذه القوات الأمنية تتخذ أساليب هي اعتبرها بعض المتظاهرين أنها أساليب لا تمت بالصلة إلى تصرفات القوات الأمنية المشتركة التي تقوم بحماية المتظاهرين لا بالاعتداء عليهم. هؤلاء المتظاهرين ومن خلال متابعتنا لهم هم يطالبون بالتظاهرات السلمية، وهم يعني من ناشطين مدنيين معروفين يدعون إلى التظاهر ويدعون إلى مطالبة بحقوقهم والوقوف أمام مبنى الحكومة المحلية وأمام الحقول النفطية. نعم. في مثلا في الشلامشة، مثل منفذ الشلامشة، وفي السيبة، وفي غرب القرنة، وحقول البرجسية، يطالبون بتوفير يعني هذه المطالب. يعني ذهابهم إلى الحقول النفطية باعتبار أن البصرة تطفو على بحر من النفط، يعني يعتبرونها ورقة ضاغطة لحين توفير تلك المطالب، لكن القوات الأمنية يعني تتخذ أساليب العنف والترهيب أمام هؤلاء الناشطين المدنيين، بل وحتى يعني في ساعات متأخرة من الليل تقوم بصدور أوامر قبض واعتقالات بحق الناشطين المدنيين، وهنالك أكثر من 10 أشخاص هم رهن احتجاز السجون في السجون البصرة. وبالتالي هذه التظاهرات يعني خفت حدتها باعتقال الناشطين المدنيين. نعم نزار، الذين يقومون بالتظاهر من أجل البصرة. إذن كنا بصورة نقل مباشرة من مدينة البصرة مع مراسلنا نزار نبيل، شكرا جزيلا لك.